شاء الله مش حاضر ختام حاضر حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما 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 كاتبين يعلمون ما تفعلون يا أيها الإنسان ما غرك برب الكريم بسم
لك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها تحل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في لا أقسم بهذا البلد وأنت حل سان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا.
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان
بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم، وأقسم الله بالهادي فشرفه، أعظم به وتعالى منزل القسم. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرس علم محافظة الغربية، نأتي مع حضراتكم إلى ختام هذه الليلة التي أقيمت تكريما لعميد عائلة الرشاش بالإخي وهو سماكين الشرف، ليلة تكريم الوالد الكريم الحاج علي الرشاش عليه من الله فيوضات الرحمة وسعة المغفرة، مشاركين العزاء لأنجاله الفضلاء باسمهم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا ولعموم مشارك العزاء. شاكرا ايضا لقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وكبير قراء العرب بالاذاعه المصريه فضيله القارئ الشيخ اسماعيل السيد الطنطاوي، والى فضيله العلم القراني والاذاعي الشهير الشيخ محمد عبد الواحد غنيم
فضيلة العلم القرآني والإذاعي الشهير الشيخ عباس حافظ، وإلى فضيلة العلم القرآني علم محافظة الشرقية الشيخ حمزة الهجرسي، وفضيلة العلم القرآني الشيخ محمد إبراهيم عبد الحق، وإلى أهل القرآن جميعا الذين شرف بهم المكان في هذه الليلة، باسمكم أتقدم بخالص الشكر إلى كل من شارك معنا العزاء. وفي الختام لكم تحياتي محدثكم أحمد الشواجفي، كما أتقدم بخالص الشكر لكبير مقدمي البرامج الدينية بمركز فاقوس الحاج محمد مكاوي، وإلى حضراتكم جميعا، وشكر الله سعيكم جميعا.